ومن جديد رجعنا لكم مكملين معكم بفقراتنا لليوم باستراحة الظهيرة. وصلنا لفقرة خطار. اليوم معنا صبية شطورة ومجتهدة جدا، تعبت كتير على حالها لحتى وصلت لمكان جدا، يعني خلينا نحكي كل صبية وكل شاب بيطمح انه يكون دائما مميز، فهي وصلت للتميز بحد ذاته. اليوم معنا المهندسة منى البوريني، اهلا وسهلا فيكي. يعني ايش بدي اعرفك؟ انا مو عارفه يعني. ما شاء الله عليك، شاب مبدعه في رياده الاعمال، مؤلفه كتب في رياده الاعمال، او صاحبه مشروع تجاري هيك خاص لك، ايش بتحبي تعرفينا عن نفسك اليوم هنا؟ هيك الله يسعدك، تشرفت اني انا موجوده معك. اهلا وسهلا فيكي. هلا انا كمونة، يعني انا مهندسه منى البوريني. انا اول شيء بشتغل بلومينوس الجامعيه، يعني محاضره. تمام. بعطي محاضرات في القسم الهندسي. ما شاء الله الله يسعدك. خلصت هندسه حاسوب من الجامعه الاردنيه. وأول ما تخلصت يعني اشتغلت مع لومينوس، بلشت ككلية كانت، وهلأ صارت بكالوريوس كمان. ممتاز، حلو. تعبت على حالي كتير، يعني أدرس. أنا هلأ صار لي 6 سنين بدرس، داخل على السابعة. شو حلو. فخلال تدريسي صرت اكتسبت مهارات معينة، يعني صرت أشوف أشياء معينة في التدريس. طلاب مثلا مش فاهمين نقطة معينة، صرت أشرحها بأسلوبي، أعدل عليها. لحد ما طلعت كتابي اللي هو اسمه مفاهيم رياضية. مفاهيم رياضية. مفاهيم رياضية هو الكتاب هذا اللي اللي هو هذا الكتاب. تمام. هلا هذا الكتاب الحمد لله معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبتدرس في كل كليات الأردن. يعني يعني معتمد في الجامعات. وبتدرس في كل كليات الهندسة. كليات شو بالضبط؟ هلا كليات الهندسة والرياضيات. والرياضيات. كتاب رياضيات. مفاهيم رياضية. شو حلو. طب ايش اللي وصلك منى انك تعملي هذا الكتاب؟ يعني ايش اللي كان بيخطر في بالك؟ ايش الاشي الجديد الموجود في هذا الكتاب؟ هلا انا كان من اول ما بلشت تدريس في كتب رياضيات موجودة. كنت انا الخصها بأسلوبي. حلو. وأعملها كدوسيات. فالدوسيات كانت تكون 6 أو 7 أجزاء 8 أجزاء، والطلاب يتغلبوا في تصويرها ويتغلبوا في. شو حلو. فحكيت طب ليه ما أنا أعمل كتابي؟ يعني أنا فعليا دوسياتي صارت معتمدة، طب ليش ما أجمعهم وأحطهم في كتاب خاص فيي؟ شو حلو. وفعلا يعني الحمد لله الله يسرها. يعني الحمد لله ما شاء الله عليك. يعني قديش حلو. يعني بتخيل انه احنا في فتره من الفترات حياتنا، خصوصا فتره الثانويه العامه، بنركز على موضوع الدوسيات، على موضوع الكتب، انه احنا ناخذ اكثر من مرجع لحتى ناخذ الطريقه الاسهل والابسط في ناخذ المعلومه. فبس ننتهي من مرحله الثانويه العامه، خلاص نعتبرها مرحله وانتهت، بنرميها ورا ظهرنا. الجامعه خلص بريك. بالضبط. فانه بصفي انه انت لساتك مهتمه بهذا الموضوع. يعني بتخيل هي بتفيد الطلاب للان، يعني انه بمراحل الثانويه، مراحل الجامعه. بس خلصتي ولساتك مهتمه، شو اللي خلى هذا الشغف عندك موجود والاهتمام؟ هلا لما دخلت، يعني انا لما كنت بالجامعه ما كنت حاطه بصراحه مبدا التدريس في راسي. تمام. يعني كنت طالبه جامعيه وهندسه كتير صعب، فكنت احكي صعب، يعني انا شو كيف بدي اكمل، كيف بدي اعمل. فبس لما فتت على الجامعه شفت الطلاب، كنت انا كمان من جيلهم. فهذا إشي حببهم، يعني انه هي من جيلنا. صح، لسه بدي اقول لك. صح، انه هي من جيلنا، طب هي عم بتدرسنا، فكنت احسسهم انه انا مو احسن منكم طبعا. يعني كلياتنا سواسية يعني بالاخر، بس انه انا دارسه شوي اكثر منكم. يعني انا دائما بحكي لهم هذا الحكي. فوصلني للكتاب، يعني اذا بتلاحظي الكتاب صغير مش كبير. هلا هو ملخص لكل الرياضيات بشكل عام، يعني بدل ما هو الواحد بيشوف كتاب هالقد تذكري كتب الجامعه وبيخاف منه. فبيخاف، بيقول هذا الكتاب بدنا نجيبه، لما احكي لهم يجيبوا مثلا الكتاب الفلاني ما يرضوا، يخافوا من شكله. فعملته بسيط، انه هو تجميع دوسياتي باسلوبي، بطريقتي، باسئلتي، نفس نمطي، عملته بس على شكل كتاب، والحمد لله يعني مرغوب جدا. كتير حلو. شو حلو، يعني بتخيل انجاز كتير حلو، بسهل على الطلاب يعني كتير. بالعكس هذا الشيء كتير. طيب اذا بنحكي عن موضوع ريادة الاعمال، يعني احنا الكلمة هاي بنسمعها كتير منى، بس احنا ما بنعرف بالضبط شو معنى ريادة الاعمال. شو بتعني ريادة الاعمال، وشو هذا المجال اللي انت عم تبدعي كتير فيه الان؟ هلا ريادة الاعمال بشكل عام هي بتوصفها كلمة واحدة، اللي هي التميز. التميز. اللي هي التميز، يعني الشخص الريادي هو شخص متميز عن، يعني كتير عندهم مشاريع وكتير مشاريع وشركات ومؤسسات، بس مش الكل ريادي. نعم. فعشان يكون ريادي بده يكون متميز. فأنا دائما بحكي، هلأ أنا أعطيت دورات لريادة في الأعمال في أكثر من مكان. فدائما بحكي إنه الشخص الريادي هو الشخص اللي بيقدر يثبت وجوده في المكان اللي هو فيه. طبعا. يعني حتى لو إنك بشركة بتشتغل، في بنك، في مؤسسة، في مكان، أي مكان أنت بتقدر تكون فيه ريادي. يعني مو شرط تعمل مشروع لحالك يدر عليك ربح لحالك أنت ريادي، لا، أنت بشركتك اللي عم تشتغل فيها إذا تميزت عن موظفينك التانيين أو اللي هو أقرانك في العمل، خلينا نحكي، أنت ريادي. صح. فدائما الشخص الريادي، دائما بحكي انه مو شرط انت عشان تكون اسمك ريادي انه انت بس لك مشروع لحالك، لا، انت ممكن تكون في شركتك تشتغل وفي عليك مدير وانت ريادي، انه انت تميزت عن غيرك. يعني انا، يعني مش اعوذ بالله من كلمه انا، مش انه انا بس، انه بحاول دائما اتميز باي شيء، اسلوبي باي مكان بتكوني فيه. بالضبط. يعني مو شرط مثلا انه انا عملت كتاب انا تميزت، لا، دائما اسلوبي بيميزني، شكلي
كمان انه انا بالنسبه للطلاب يعني انه دائما كان اولها استغربوا انه هي كيف يعني بتلبس تربان وموضه وكذا وقاعده بتدرسنا، اولها كان استغراب بس تميزت. بتعرفي ليه منى؟ لانه احنا تعودنا دائما بالجامعه نشوف دائما الدكتور اللي بيدرس والدكتوره اللي بتكونوا بالجامعه اللي هم كبار بالعمر، صح. يعني ما تعودنا نشوف روح الشباب كمدرسين في الجامعه بشكل كبير، ممكن هلا صارت شوي عم تندرج اكثر صارت بالضبط، بس انه بزمان ما كانت موجوده كثير، فهذا الاستغراب بتخيل بلاكس انا بتخيل انه بيولد علاقه حلوه بين الطالب والمدرس طبعاً بينها أكيد. تكون يعني في بس اولها في استغراب بالضبط يعني استهجان للفكره قبل ما ياخذوا عليك ياخذوا على اسلوبك، يعني انا اكثر من مره تصير معي مواقف اني اكون واقفه مثلا ورا البنش يجيني طالب يقول لي معلش تزيحي يعني انه مش عارف انه انا اللي بدرسه يعني اكثر موقف يصير معي، بس قبل ما ياخذوا عليك ياخذوا على جوك ياخذوا على فكرتك بتصير الموضوع سهل كثير يعني تمام طيب انت ايضا حكيتي لي انه في عندك مشاريع تانية يعني غير موضوع التدريس غير موضوع انه انت عامله كتاب بالاضافه كمان انه في عندك مشروع ثاني اللي هو مشروع هيو الرطة الحلوة للتربان. طيب احكي لي عن مشروعك. هلا بدي احكي لك كيف بلشت مشروعي اول شيء. شو اللي خطر في بالك بالضبط؟ هلا انا دائما من ايام الجامعه يعني دائما لبسي مميز بلفت يعني في يعني بتحبي كل شيء ستايلي غريب يعني زي ما بيحكوا ستايلي غريب يعني، فكنت دائما يسالوني من وين من وين من وين، فكنت البس التوربنز اللي بلبسهم بس انه اللي هم اعملهم الي انه هذا الي، لما صرت كثير انسال عنه فانه من وين من وين من وين، فبلشت معي الفكره طب انا عم بلبسهم الناس عم تسالني عنهم طب ليه ما اعملهم صح يعني ليه ما اعملهم، وكان اولها بصراحه الفكره ما كانت مصدر ربح يعني انا كمشروع بس انه انا كنت حابه يكون الي مشروعي اللي هو مونا ستوربان تمام فبلشت فيه والحمد لله يعني لقى نجاح كثير كبير شو حلو وكمان ساعدني كثير وجودي بالكليه اكيد لومينوس لانه يعني كان الكل مستغرب انه طب هي بتدرس في جامعه او محاضره طب كيف تبيع تربانات فالناس تستغرب يعني انه كان علي اقبال كثير ليش عشان هذا الموضوع بالذات انه هي محاضره في جامعه طب كيف هي بتبيع تربانات موضوعين شتان بينهم بالضبط يعني. انا يعني لما قلتي لي استغربت صراحه الكل بيستغرب فكان علي عشان هيك اول شيء النظر كثير انه بدنا فضول يعني بدنا نشوف كيف هي التنين حلو. والحمد لله يعني ما شاء الله عليكي طيب يعني وين بتوجدي نفسك في اي مكان اكثر شيء وين بوجد نفسي هلا بوجد نفسي صاحبه مشروع كبير وعندي موظفين خاصين فيي وكمان كتير حابة إنه أضل أنا في مكان عملي يعني دائما أنا بربط الشخص الريادي إنه هو بده ينفصل عن عمله الأساسي عشان يصير مشروعه لا أنا حابة أضل في عملي أضل عم بفيد الأجيال أضل عم كمدرسة أو محاضرة وبرضه يكون إلي مشروعي ويكبر وأطوره أكتر وأكتر وإن شاء الله في أفكار في بالي إن شاء الله كلها راح أطبقها إن شاء الله يا رب طب شو أكتر موقف هيك غريب صار معك منى بتتذكري في موضوع خصوصا التدريس هلا بالتدريس كتير مواقف يعني بصراحة بس أكتر إشي كان إنه دائما بداية الفصل يعني لما تفوتي انت على محاضرة جديدة الطلاب ما بيعرفوكي لسه يعني فكان كتير اسمع تعليقات انه بس افوت مثلا بضل ساكتة قبل ما يقعدوا الطلاب بضلهم يحكوا 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 مش عارفين انه انا اللي بدرسهم لحد مثلا ما احكي شيء فالكل ينصدم يصيروا ينكشوا ببعض يعني على قدامي فهمت عليك فكتير هيك مواقف طيب احنا هلا كثير بنعمل او بنسمع خصوصا بزمن السوشيال ميديا عن ناس كثير متميزين متفوقين ناس مثلا بيكونوا موجودين في كل مكان بنحس لهم ابداعات لمسه ابداعيه مشاريع خاصه فيهم لكن شو هي المميزات اللي بنعطيها لهذا الشخص نحكي عنه هذا شخص ريادي هلا اول شيء الطموح يعني بده يكون طموح كمان كثير شيء مهم دائما بحكي عنه عندي على سناب شات انه اسلوب اللي هو الماركتينج زي ما نحكي يعني تسويق لنفسه ولا لمشروعه ولا لمشروعه تسويق لمشروعه يعني هلا الكل بيقدر يعمل مشروع بس مش الكل بيقدر يمشيه صح فبده يكون عنده اللي هو اسلوب الماركتينج بتعرف كثير هلا الماركتينج مهم اللي هو طبعاً. التسويق فكمان شغله مهمه كثير انه كلنا بتواجهنا عواقب وكلنا بتواجهنا صعوبات ما في مشروع ببلش سهل يعني الناس مثلا بتشوف منى بتحكي اوف وين منى صارت وين منى وين منى بس هي مش عارفه انا شو مريت في عواقب قديش وقعت قديش كذا صح فهلا الهدف كمان كثير للشخص الريادي انه يكون عنده الابيليتي او القدره انه اذا وقع يقوم يتعلم من اغلاطه شو حلو يعني هذا كثير دائما بحكي انه هذا كثير شيء مهم انه اذا توقع ما تفقد الامل لا وقع شوف انت وين غلطت عدله وارجع امشي كمان مره تمام بتحسي انه في عندنا هون خصوصا في البلد مشاريع او مثلا منظمات بتدعم المشاريع الرياديه هلا في اكيد منظمات بتدعم المشاريع الرياديه بس هلا اغلب المشاريع الرياديه الموجوده انتشرت عن طريق الانترنت يعني انت شايفه هلا العصر الذهبي احنا صحيح يعني فالانترنت ساعد كثير في موضوع المشاريع الحره المشاريع الرياديه وكمان بدي بس هيك اوضح نقطه دائما الناس ما بتفرق بين شو المشروع الريادي وشو العمل الحر هم غير بعض
اها شو الفرق؟ هلا العمل الحر هلا انه انت عم تستغل وقتك عشان تعمل شيء معين تاخذ منه فلوس مردود مادي. بالضبط، يعني انت كمصور مثلا، خلينا نحكي انت عم بتطبع، انت جرافيك ديزاينر، انت كذا، انت كلها يعني بتودي وقتك وبتاخذ مكانها فلوس. هلا الشخص الريادي لا، الشخص الريادي بيستغل وقته مش عشان يجيب فلوس، عشان يطلع فكره جديده. يعني هدفه الاساسي الشخص الريادي مش الفلوس، الشخص الريادي هدفه دي يتميز في فكرته، في المنتج اللي عم بيقدمه، البرودكت، الخدمه. فدائما بيسالوني شو الفرق بين التنين كثير غير عن بعض. شخص ريادي غير اللي بيشتغل العمل. بتخيل الشخص الريادي هو عم بيعمل مشاريع او بيعمل خطوات هي ممكن تكون مبسطه لاشي كتير كبير مستقبلا. بالضبط، يعني زي اللي عم بيشتغل على مشروع كتير كبير. بالضبط، بده يعمل اشي مميز. خلينا نحكي، يعني هلا لما تيجي تفتحي مثلا على الانترنت بتلاقي المشاريع الاونلاين كتير، يعني عدد رهيب من المشاريع الاونلاين غير عن زمان. بس هلا البقاء زي ما بيحكوا للاقوى طبعا، يعني التميز ايش بيميزك؟ المنافسه قويه كثير، المنافسه لأني. يعني هلا انا مثلا كتوربنز انا بعمل، طب كثير في بيعملوا توربنز، بس ليش مثلا انا تميزت؟ في اشياء في إيه انا كمنى ميزتني عن غيري، تعبت على حالي كثير، وقعت كثير وقمت، اسلوبي دائما بيحكوا لي اسلوبي كيف طريقه الحكي، بطلع بحكي مع الناس، بفتح مواضيع، يعني انجذبوا لهذا الموضوع كمان. فالواحد قد ما تعب حاله قد ما عمل اشياء بلقى يعني بالاخر. صح اكيد، يعني انت بتحكي فيه 100% منى، وكمان غير هيك شغله، يعني انا بتخيل مثلا انت حتى اي مكان بسيط بدك تروحي تشتري منه، اذا ما حسيتي الشخص اللي بتعامل معك انه لطيف بتبطلي ترجعي مره ثانيه. طبعا يعني اذا كان الاسلوب مش حلو خلص. صح، فكيف اذا مشروع خاص انا عم بتواصل مع شخص معين هو عم يعمل لي شيء انا حبيته، بيفهم شو الاسلوب اللي انا بدي اياه، او بفهم شو اللي انا بالضبط حابه اني مثلا البسه او بيكون موجود عندي. طبعا خاصه النساء كمان. بالضبط، احنا بنغلب كثير في هذا الموضوع. يعني انت بتنزلي على محل في السوق بتجلس صاحب المحل تقيسي كل الاواعي، بتطلع يا شاريه يا مش شاريه. فالواحد يكون عنده كمان طولة بال، يعني انه هذا مشروع بده ينجحه، قد ما غلبتك اللي عم تتعامل معك انت بالاخر بدك تكسبيها. صح 100%. طب انا حابه اسالك سؤال بموضوع انه انت قريبه من، خلينا نحكي الطلاب اللي بدرسين هم قريبين من جيلك مو بعاد عن جيلك، كيف بتقيمي الجيل الحالي؟ يعني انت ما شاء الله عليكي ك يعني صبيه هيك نشيطه رياديه مبدعه، عندك طموح كثير عالي، من طريقه كلامك مبين واضح هذا الحكي، كيف بتقيمي الجيل الحالي؟ ليه دائما بينعتوا هذا الجيل الحالي انه ما عنده الطاقه، ما عنده حب الابداع، كسول، ما بحب دائما يدور او يفتش على مكان انه يبدع وينجز فيها؟ هلا الجيل الحالي اصعب من احنا جيلنا لما كنا، يعني انا دائما بقارن انا لما كنت بالجامعه او صحباتي الناس اللي معي بالجامعه بالطلاب اللي هلا عم بصير. هلا احنا على وقتنا ما كان سوشيال ميديا زي هلا. بالضبط، في كثير مصادر عم تلهيهم. يعني ما بيكون الطالب مركز، يعني انا بتذكر الفيسبوك لما طلع كنت انا يمكن سنه ثانيه جامعه او سنه اولى، فما كان في يعني لسه زي هلا. هلا الطالب بيكون قاعد مخه مو بالدراسه، مخه انه بده يلعب ببجي مثلا، بحكي لك عن عينات، مخه بالسوشيال ميديا كتير، مخه انه بده الاشي يجي على البارد المستريح. متعود وكل شيء. يعني صح. كل اشي بيكون موجود اونلاين، كل اشي متوفر. اما مثلا احنا على وقتنا كنا نتعب، يعني احنا ما كنا نلاقي مثلا دوسيه. يعني انت بدك تجمعي ماده، انت بدك تعملي. فالجيل هلا يعني اتكالي، خلينا نحكي عنه جيل اتكالي، يعني اذا طلبتي منه اشي زياده عن الاشياء اللي هاي بيعترض، يعني بيستغرب. بس انه كمان انا بضل احكي عنه هذا الجيل اوعى، جيل واعي. بالضبط، اوعى منا احنا. بالضبط، بتحسي انه كل شيء مفتوح صار لهذا الجيل، كل شيء عارفه، كل شيء منفتح له، كل شيء وهو عم بيختار مساره. احنا لما اخترنا مساراتنا كان يعني اختار مسار اشياء محدده. اما هلا هو مفتوح له كل شيء. فانا دائما بحكي انهم هم اوعى منا، اصعب بس اوعى منا. حلو كثير. طب اذا بدي اسالك سؤال اخير، يعني منى بدي اقول انه مستقبلا وين شايفه نفسك؟ شو حابه تعملي؟ هلا مستقبلا ان شاء الله حابه يكون لي شركتي الخاصه في التوربنز ان شاء الله، يعني هاي لقدام بدها تكون. حابه كمان اكمل دكتوراه ان شاء الله في مجال، يعني حابه اتطور في المجالين اللي انا فيهم. ما شاء الله، يعني شايفه حالي هون وشايفه حالي هون، مش شايفه حالي انه مش عن شيء. فحاب ان شاء الله اكمل دكتوراه في مساري ويكون عندي شركتي الخاصه ان شاء الله. تخيل انه انت وقتك مليان كثير ما شاء الله عليكي. انا كمان عندي بنوتة عمرها ما شاء الله ما شاء الله عمرها 5 سنين. الله يسعدك يا رب، كثير وقتي يعني. لا بتخيل انه هذا الشيء كمان يعني بيعطي، انا بحكي دائما الانسان اللي وقته مليان ما عنده اي هيك مساحه فاضيه في يومه، هذا انسان منتج، انسان في عنده طاقه ايجابيه، لانه دائما الفراغ هو اللي بيولد دائما الاشياء. انت ما بتنتجي الا اذا بتغطي، خلينا نحكي، او الاشياء اللي مش صالحه في حياتنا. فانا بهنيكي منى حبيبتي، ما شاء الله عليكي، يعني الله يحماكي وان شاء الله نشوفك هيك قدام بمكان مرموق جدا ان شاء الله يا رب. انا وياكي حبيبتي. حبيبتي الله يسعدك، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، تشرفت التوفيق. والله الله يسعدك وسهلاً. حبيبتي احنا لهون مشاهدينا بنكون مع لقائنا مع منى البوريني المهندسه المبدعه والرياديه، بنكون وصلنا لنهايه حلقه استراحه الظهيره. شكرا لكل اللي تابعونا، باذن الله تعالى لقائنا فيكم بجدد يوم غد بحلقه جديده، في امان الله.